السلام عليكم لي فان سينو جيمنج. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد كيفاش شحنوا رويال باس بعد التحديثات اللي صارت في الرويال باس 20. رجعوا لنا رويال باس شهر تاع لعب والار بي نشحنوا ب 360، واللي كان ديجا لعب الار بي اللي فات راهم دايرين خصومات، صدير غادي ندفعوا 300 يوسي. الإليت هو الباص نعرضو الإيجي تاعنا كيما العادة، نرجعو الإيسي كيما كنا خدنا له 600 مسكين. شوفو واش عندنا في الواي باص، نكتبو لا كارت ار بي دينا سيزون فيتال و نرجعو الايزي تاعنا. لي تروفي غادي ندوهم بدلوهم ستايل تاعهم، من سيستم تاع شارل جديد للكونكر. هذا هو السكين تاع سيزون 20.